قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهد النحاس والألمونيوم والزجاج والطباشير والخشب هنقول هي المواد الايه غير المغناطيسيه يبقى هنقول له المواد غير المغناطيسيه يبقى يقول لي المواد التي لا تنجذب المغناطيسي حبايبي هنقول له على طول هي المواد غير المغناطيسيه. السؤال التالي بيقول لنا الاقطاب المغناطيسيه المتشابهه تتنافر والمختلفه تتجاذب. نخلي بالي الاقطاب المغناطيسيه المتشابهه بيحصل لها ايه يا حبايبي؟ بتتنافر والمختلفه بتتجاذب. تمام، يبقى دي اسمها الايه؟ التجاذب والتنافر. دي اسمها ايه يا حبايبي؟ التجاذب والتنافر، اللي هو قانون التجاذب والتنافر. السؤال اللي بعد كده، الحيز المحيط بالمغناطيس وتظهر فيه اثاره المغناطيسيه. الحيز ده عباره عن ايه؟ نقول عليه، نقول عليه المجال المغناطيسي. يبقى نقول على الحيز ده ايه؟ المجال المغناطيسي. قدرة المغناطيس على جذب المواد المغناطيسية الموجودة في مجاله هنقول له على طول دي القوة المغناطيسية. دي اسمها ايه يا حبيبي؟ القوة المغناطيسية. منطقة بالمغناطيس يكون عندها القوة المغناطيسية أضعف ما يمكن، المنطقة دي اسمها ايه؟ منتصف المغناطيس. يبقى أنا عندي قطبي المغناطيس بتبقى القوة فيها أعلى ما يمكن، لكن في المنتصف بتكون منطقة دي اسمها ايه؟ بتكون ضعيفة جدا، او القوة المغناطيسية اضعف ايه؟ ما يمكن. منطقة على المغناطيس تكون فيها القوة المغناطيسية اكبر ما يمكن، لسه قايلينها، هنقول له هي القطب الايه؟ المغناطيسي. يبقى القطب المغناطيسي هي المنطقة اللي بتكون فيها القوة المغناطيسية اعلى ايه؟ ما يمكن او اكبر ما يمكن. اداة تستخدم لتحديد الجهات الاصلية الاربعة وبيستخدمها البحارة في معرفة الاتجاهات وهم في البحر، هنقول عليها على طول اللي هي الايه؟ البوصلة. البوصلة. السؤال اللي بعد كده بيقول اول من اكتشف البوصلة، يا ترى مين اول ما اكتشف البوصلة؟ ايوه خلاص عرفناه، هم مين؟ الصينيون. يبقى الصينيون هم اول من اكتشفوا الايه؟ البوصلة. طبيب انجليزي كان اول من صنع ابرة مغناطيسية حرة الحركة عام 1600 ميلادية. ترى الطبيب الانجليزي ده اسمه ايه؟ هنقول له ويليام جيلبرت. ويليام جيلبرت أول من اكتشف توليد الكهرباء عن طريق المغناطيس وعمل مولد للتيار الكهربي اللي هو اسمه الدينامو، يا ترى مين ده العالم ده؟ هنقول العالم مين؟ فاراداي. جهاز يستخدم لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. طاقة حركية، خلي بالنا، لطاقة ايه؟ كهربية، زي الايه؟ زي العجلة. هنقول له الجهاز ده اسمه الدينامو. تبدو بعض الأجسام بيضاء، نقول له لأنها تعكس جميع ألوان الضوء الأبيض ولا تمتص أي لون، عكس الأجسام الايه؟ السوداء. يبقى الأجسام تبدو ليه باللون الأبيض؟ نقول له لأنها تعكس جميع ألوان الضوء الأبيض ولا تمتص أي لون. دايما نخلي بالي يا حبايبي ونتذكرها بإيه؟ ليه في الصيف يقول لك مثلا البس القميص أبيض عشان تعكس الايه؟ ضوء الشمس، علشان تعكس ضوء الشمس، تمام كده؟ يبقى نخلي بالنا، يبقى الأجسام البيضاء بتعكس جميع الضوء الأبيض ولا تمتص أي إيه؟ أي ألوان، تمام كده يا حبايبي؟ السؤال اللي بعد كده بيقول تبدو ثمرة الموز باللون الأصفر، ليه أنا بشوف الموزة صفرة؟ نقول له لأنها تمتص جميع ألوان الضوء الأبيض وتعكس لونها فقط اللي هو الإيه؟ الأصفر، فتظهر باللون الأصفر. تبدو الزجاجة الخضراء بلون أخضر، ليه بنشوف الزجاجة الخضراء بلون أخضر؟ هنقوله لأنها تمتص جميع ألوان الضوء الأبيض وتمرر لونها فقط اللي هو اللون الإيه؟ الأخضر، فتبدو باللون الأخضر. تبدو ثمرة التفاح حمراء، ليه ثمرة التفاح بنشوفها حمراء؟ نقول لأنها تمتص جميع ألوان الضوء الأبيض وتعكس لونها فقط، لأن نخلي بالك ثمرة التفاح دي إيه؟ ده جسم معتم ملون، يبقى إيه؟ هتمتص جميع الأضواء لكن تعكس اللون الأحمر فقط، لونها فقط، فتبدو لنا باللون الأحمر. تبدو ثمرة البرتقالة باللون البرتقالي، نفس الإجابة، لأنها تمتص جميع الألوان لكن بتعكس لونها البرتقالي فقط. تبدو التفاحة الحمراء باللون الأحمر، إذا نظرت إليها من لوح زجاجي أحمر،
ليه؟ هنقول له لأن لوح الزجاج الأحمر يمرر الضوء الأحمر المنعكس عن التفاح، يبقى لما التفاح هتمتص كل الألوان وبعدين هتعكس لونها الأحمر، فاللون الأحمر يعمل إيه في اللوح الزجاج؟ ينفذ من خلاله فيمر فنراه إيه؟ أحمر. تمام. تبدو التفاحة الحمراء معتمة إذا نظرت إليها من لوح زجاجي أزرق. ليه أنا بشوف التفاحة لونها أسود مثلا أو معتمة لو نظرت من خلال لوح زجاجي أزرق؟ نقوله لأن لوح الزجاج الأزرق لا يمرر الضوء الأحمر المنعكس عن التفاحة. تمام. لأن احنا قلنا الزجاج اللي هيمرر هينفذ اللون مين؟ لونه فقط. فالتفاحة عكست لونها فقط اللي هو الأحمر، فاللون الأحمر يجي ينفذ من خلال اللوح الزجاج الأزرق؟ لا طبعا لا ينفذ، لأنه اللوح الزجاج الأزرق لا ينفذ إلا لونه فقط. فإيه تبدو التفاحة في الوقت ده باللون الإيه؟ الأسود أو باللون المعتم. يعتبر الضوء الأخضر من الأضواء الأولية، لأنه ليه؟ لأنه لا يستحيل الحصول عليه بخلط لونين آخرين. يبقى لما يقول لي ليه الضوء الأخضر من الأضواء الأولية، هنقول له لأنه يستحيل الحصول عليه بخلط لونين آخرين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي يعتبر الضوء الأصفر من الأضواء الثانوية، ليه الضوء الأصفر؟ نفس الإجابة احنا قلناها قبل كده، هنقول له ليه؟ لأنه يمكن الحصول على الضوء الأصفر بإيه؟ بخلط لونين أولين اللي هما مين؟ الأحمر والأخضر. الأحمر والأخضر دول ضوئين أولين، لو خلطتهم ببعض هيديني الإيه؟ اللون الإيه؟ الضوء الأصفر. محطات تستخدم طاقة الرياح وتتميز بأنها غير ملوثة للبيئة. محطات تستخدم طاقة الرياح وتتميز بأنها غير ملوثة للبيئة، هنقول له محطات الإيه؟ الطاقة طاقة الرياح، هنقول له هي محطات الإيه؟ الرياح، زي منطقة الإيه؟ الزعفرانة في مصر. يبقى هنقول له محطات تستخدم طاقة الرياح وتتميز بأنها غير ملوثة للبيئة، هنقول له هي محطات الإيه؟ الرياح. محطات تستخدم الحرارة الناتجة عن الوقود اللي هو الفحم أو البترول أو الغاز الطبيعي في تسخين الماء، ويستخدم البخار الناتج في تحريك الدينامو، وهذه المحطات تلوث البيئة. إيه المحطات دي؟ هنقول له إيه؟ الوقود الحراري. يبقى هنقول له دي محطات الوقود الحراري. يبقى بينتج الوقود الحراري عن احتراق الفحم والبترول والغاز الطبيعي في تسخين المية، وبنستخدم البخار الناتج منه في تحريك الإيه؟ الدينامو، وبتكون هذه المحطات ملوثة للبيئة. محطات تستخدم التفاعلات النووية لتوليد الحرارة اللازمة لحركات ملفات الدينامو، وهذه المحطات لا تلوث البيئة لكنها شديدة الخطورة. يا ترى المحطات دي اسمها ايه؟ هنقول له المحطات النووية. المحطات الايه؟ النووية. السؤال اللي بعد كده، تتكون أجزاؤها من نوع واحد مثل الماء المقطر وصودا الخبيث والسكر، يا ترى اللي أجزاءها بتتكون من نوع واحد دي نسميها ايه؟ هنقول له دي اسمها مواد نقية. اسمها ايه حبايبي؟ مواد نقية. تتكون أجزاؤها من أكثر من نوع واحد من المواد مثل معجون الأسنان والعطور واللبن، هنقول له دي اسمها مخاليط. اسمها ايه؟ مخاليط. بعد كده بيقول مادة تتكون من خلط نوعين أو أكثر من المواد بأي نسبة وزنية وتحتفظ كل مادة بخواصها. نفس الإجابة اللي فاتت، نقول عليها إيه؟ ده المخلوط. يبقى اللي بتتكون من نوع من أكثر من نوع دي اسمها مخاليط. يبقى مادة تتكون من خلط نوعين أو أكثر بأي نسب وزنية وبتحتفظ بكل خواصها، كل مادة بتحتفظ بخواصها، هنقول له ده اسمها الإيه؟ المخلوط. مخاليط متجانسة تتكون من خلط معادن مختلفة مع بعضها عن طريق الصهر والتبريد. طبعا لما يقول لي مخاليط متجانسة، وقال لي ما حدش يقول لي المخلوط، ما نخلي بالي، ما هو كاتب لي مخاليط يبقى مش محتاج كلمة مخلوط. أمال إيه المتجانسة دي؟ هنقول له اللي هي السبائك، زي سبائك الإيه؟ الذهب كده. تمام. بتكون معادن مختلفة مع بعضها، وعن طريق الصهر بيصهروها الأول وبعدين بيبردوها علشان يقدروا إن هم يشكلوا منها أشكال. أماكن يتم فيها تبخير ماء البحر للحصول على ملح الطعام، إيه الأماكن اللي أنا ببخر فيها مية البحر عشان أحصل على ملح الطعام؟ هنقول له الأماكن دي اسمها الملاحات. الأماكن دي حبايبي اسمها إيه؟ الملاحات. يقول لي تستخدم في فصل المواد الصلبة غير الذائبة في المحلول، يعني ايه الحاجة اللي انا بستخدمها عشان افصل المواد الصلبة غير الذائبة اللي هي مش بتدوب في المية من ايه في المحلول؟ هنقول له دي اسمها عملية الترشيح.
عملية الترشيح أنا بستخدمها في إيه حبايبي؟ في فصل المواد الصلبة غير الزائبة اللي هي لا تزف المية من إيه؟ من المحلول. تستخدم في فصل المواد الصلبة الزائبة في المحلول، يعني مواد صلبة لكن بتذوب في المحلول زي الملح والسكر لما بيذوبوا. طب بستخدم في فصلهم إيه؟ عملية التبخير. بعد كده بيقول لي سمي المغناطيس بهذا الاسم، ليه سميناه مغناطيس؟ بيقول لي نسبة إلى مكان اكتشافه اللي هي منطقة إيه؟ مغنيسيا. نسبة إلى مكان اكتشافه، هو اكتشف فين؟ في منطقة مغنيسيا فسموه مغناطيس. يعد الحديد مادة مغناطيسية ليه؟ نقول له لأنه ينجذب للمغناطيس. ليه إحنا بنقول على الحديد مادة مغناطيسية؟ لأن الحديد مادة بتنجذب للإيه؟ للمغناطيس. الخشب النحاس من المواد الغير مغناطيسية. الخشب والنحاس والألمونيوم دول يعتبروا من مواد غير مغناطيسية. ليه؟ لأنهم لا ينجذبوا للمغناطيس. يبقى الإجابة نقول إيه؟ لأنه لا ينجذب للإيه؟ للمغناطيس. بيقول المغناطيس لا يجذب برادة النحاس. ليه المغناطيس لا يجذب براد النحاس؟ لانه لسه قايلين الاجابه اهو، لان النحاس من المواد غير المغناطيسيه. ليه؟ لانها لا تنجذب للمغناطيس. تمام. السؤال اللي بعد كده، الحديد والنيكل من المواد المغناطيسيه بينما الالومنيوم والنحاس من المواد الغير مغناطيسيه. يبقى هنقول له لان الحديد والنيكل من المواد التي تنجذب للمغناطيس اللي هي المواد المغناطيسيه، وإن الألمونيوم والنحاس من المواد غير مغناطيسية لأنها لا تنجذب للإيه؟ للمغناطيس. ماشي حبايبي؟ يبقى نخلي بالي ليه إن الحديد والنيكل مواد مغناطيسية، نقول له لأنها تنجذب للمغناطيس. طيب الألمونيوم والنحاس من المواد غير مغناطيسية ليه؟ نقول له لأنها لا تنجذب للمغناطيس. السؤال اللي بعد كده بيقول نقوم بتخطيط المجال المغناطيسي باستخدام برادة الحديد. ليه بنقوم بنستخدم برادة الحديد؟ لنعمل لكي نقوم بتخطيط المجال الايه؟ المغناطيسي. نقول له لان القوة المغناطيسية غير مرئية، لكن لما نحط برادة الحديد فحنرى الايه؟ برادة الحديد، فحنشوفها، هنشوف التخطيط بتاع المجال المغناطيسي، لكن هي القوة المغناطيسية دي قوة غير مرئية، انا بحس بيها بس. لما بحط برادة الحديد فهو اللي ايه؟ بيظهر لي التخطيط للمجال الايه؟ المغناطيسي. السؤال اللي بعد كده، لا تصنع علبة البوصلة من الحديد، لان إبرة الإبرة بتاعت البوصلة بتكون من المغناطيس. فلو انا عملت العلبة كمان من الحديد، انا عارفة الحديد من ايه؟ من مواد لا تنجذب للمغناطيس، فهتنجذب للإبرة فهتبطل عمل الإبرة. يبقى انا هنقول له ايه؟ كي تتمكن الإبرة من انها تصبح حرة الحركة وتقوم بعملها. يبقى هنقول إجابة حتى تكون الإبرة المغناطيسية حرة الحركة فتقوم بعملها. ممكن إجابة أخرى نقوله حتى لا تؤثر الحديد على عمل إبرة الإيه؟ البوصلة. يبقى هنقوله حتى لا تؤثر الحديد، حتى لا يؤثر العلبة دي من الحديد فين؟ فعمل الإبرة إيه؟ إبرة البوصلة وتكون حرة الحركة. يستخدم البحارة البوصلة أثناء الإبحار في الماء. ليه البحارة بيستخدم البوصلة أثناء الإبحار في الماء؟ هنقول لمعرفة طريقهم أثناء إبحارهم في المحيطات. يبقى هنقول لمعرفة الاتجاهات أثناء إبحارهم في المحيطات. يبقى أنا مش لازم أكتب الإجابة بالنص زي ما أنا كاتبة، لا أنا نفهم الأول. يبقى ليه البحارة بيستخدم البوصلة؟ هنقول لمعرفة الاتجاهات أثناء الإبحار. مؤشر الأميتر ينحرف عند تحريك سلك نحاس بين قطبي مغناطيس. ليه مؤشر الأميتر بينحرف، يعني بيتحرك لما بحرك سلك نحاس بين قطبي مغناطيس؟ هنقول له لتولد التيار الكهربي. نحاس بين قطبي مغناطيس ده بيعمل توليد ايه؟ بيولد لي تيار كهربي. بيقول دائما ترتبط المغناطيسية بالكهربية. ليه المغناطيسية بترتبط بالكهربية؟ بنقول لأننا نحصل على أي منهما من الآخر. فاكرين احنا خدنا التأثير المغناطيسية على الكهرباء وتأثير الكهرباء على المغناطيسية، يعني أنا أقدر أستخدم من المغناطيس أولد كهرباء، وممكن من الكهرباء أعمل إيه؟ قوة مغناطيسية. يبقى لأننا نحصل على كل منهما أو أي منهما من الإيه؟ من الآخر. خلي بالي من الأسئلة حبايبي وإزاي طريقة حلها. ذات يلامس الدينامو إطار الدراجة. ليه في الدراجات
بنحط الدينامو لازم يكون ملامس لإطار الدراجة، هنقول له لكي يدور المغناطيس في ملف الدينامو فيتولد تيار كهربي فيضيء مصباح الدراجة، لأن أنا عارفة إن الدينامو عبارة عن إيه؟ بيولد الطاقة الحركية اللي هي من إيه؟ من تحريك إطار العجلة أو الدراجة، تمام؟ فهيولد لي تيار كهربي، فالتيار الكهربي إيه؟ يضيء المصباح. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.